ارتبط الفن بشكل كبير بالجمال كما قلنا، والجمال هنا ليس فقط على مستوى الصورة الصوتي الشكلي، وإنما الجمال أيضا على مستوى محاولة بث قيم إنسانية ونقل مشاعر نبيلة إلى الآخرين. لكن في الحقيقة لا يمكن أن يقتصر الفن على إبداع الجمال أو صناعة الجمال. في الفن مثلا لو عدنا إلى الجذور الإغريقية كان يرتبط بحرفته، وبالتالي يدخل في هذا الباب تدخل كثير من الفنون، فيعتبر الطبخ فنا وتعتبر الخياطة فنا، وكل عمل خاضع إلى قواعد، وكل إنسان يمتلك هذه القواعد ومتمكن من هذه القواعد هو بمعنى أو آخر فنان. ولهذا قيل أن الفن هو أقرب إلى التقنية، لأن التقنية أو التكنولوجيا هي محاولة نقل العلم من مجاله النظري إلى مجاله التطبيق النفعي، ولكن دائما وفق قوانين. كذلك الفن، الفن هو محاولة الاشتغال على موضوع ما، ولكن هذا الموضوع نشتغل عليه وفق قواعد وفق ضوابط. ولهذا الفنان يمتلك القدرة على إدراك التناسق، على إدراك الانسجام في الأشياء، فهو يعمل وفق ضوابط. حتى أن أرسطو اعتبر الفنان أو اعتبر الفن هو محاولة أيضا لتقليد الطبيعة، وبذلك اختلف عن أستاذه أفلاطون في نظرته إلى الفن، ولكنه محاكاة وفق قواعد. فإذا الفنان لا يحاكي من أجل أن يحاكي، وإنما هو إنسان ارتقى وانتقل إلى مستوى أدرك فيه الانسجام الموجود في الأشياء، فهو يحاول أن يعمل على منوال ما تعمل هذه الطبيعة. فهو تقليد، لكنه تقليد فيه ذكاء، تقليد فيه خيال، تقليد فيه إتقان. ولهذا قلت أن الفن لا يجب أن نربطه دائما بالجمال، الفن يمكن أن يرتبط بالحرفة، الفن دائما يرتبط بقدرة الإنسان على أن يعمل ويبدع وفق ضوابط، وفق قواعد، وفق قوانين. ولذلك نجد في الفنون مدارس، ونجد اتجاهات، ونجد آليات مختلفة يمكن أن نحتكم إليها للحكم على جودة العمل الفني. سؤال ثاني، في بعض الأحيان يكون مثلا أن زوج أشخاص أمام لوحة زيتية مثلا فيها أشياء، تجد واحد من الشخصين تعجبه اللوحة والآخر لا تعجبه اللوحة، ما مرد ذلك في رأيك؟ هو في الحقيقة عندما نتحدث مثلا عن نقطة معينة وهو الجمال الموجود في الشيء، الشيء لا يمتلك هذا الجمال، وإنما نحن الذين نضفي جمال على الأشياء، وهذا هو سر الاختلاف بين شخص وآخر. فالأول قد يرى الجمال في الشيء من منظوره الخاص، من قدرته على التخيل، من ارتكازه على مدرسة معينة، خلفية معينة، الانتماء إلى اتجاه معين. والآخر من خلال الاختلاف معه في المرجعية أو الانتماء إلى مدرسة معينة، فربما يحاول هو أن يسلب هذا الجمال الذي ننسبه إلى ذلك الشيء. فالمسألة في رأيي تعود إلى تقدير الشخص، إلى ثقافة الشخص، تعود إلى أسلوب تفكير الشخص. وهذا أمر أيضا يكاد يكون يعني في الجانب الفلسفي، يعني فممكن ما تراه أنت خير في الأشياء قد يراه الآخر ليس خيرا، على أساس الاختلاف في المنطلقات، على أساس الاختلاف في الانتماء والمنطلق كما قلنا.